اليوم عنده أهمية خاصة، وهذه كان قررها السيد رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء في شهر أوت. بعض الحرائق اللي شهدتها خنشلة وبعض ولايات الوطن باش يكون فيه مبرمجو ابتداء من 25 أكتوبر إلى غاية مارس 2022 حملة وطنية للتشجير. هذا ما يخفاش عليكم، حتى ولو عنده أفاق ولا عنده أهمية تقنية فيما تشاهده وشعايش العالم اليوم في التحولات المناخية، ولكن هذا من جهة واحدة أخرى بنظرة واحدة أخرى. هذا أحسن جواب لكل الأيادي اللي كانت سبب في اندلاع النيران في بعض مناطق الوطن